بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدين قناه كويت سبورت، برنامجكم برنامج كروسفيت، وياكم كابتن حسين السعد. تماريننا في هذا البرنامج تناسب تقريبا كل الفئات، سواء كنت لاعب كروسفيت او حتى لاعب مبتدئ او لاعب لايف ستايل، ودك انك تنزل وزنك، تزيد من بناء عضلاتك، تحسن من صحتك او لياقتك البدنيه بشكل عام. تماريننا دائما نعطي فيها اكثر من مستوى ونبسطها لابسط مستوى ممكن. فاذا كنت لاعب متقدم راح تختار افضل او اعلى فئه، واذا كنت لاعب مبتدئ او لاعب لايف ستايل راح تختار اقل فئه. تماريننا دائما نوزع ما بين الحمل التدريبي، احيانا تمارين تكون مدتها قصيره وكثافتها عاليه، احيانا يكون مده التمرين عاليه او طويله والتمارين خفيفه، فنوزع ما بين الانتنسيتي والاندورنس او الدوريشن، واحيانا يكون تمارين وزن ثقيل، احيانا يكون وزن خفيف، واحيانا يكون فيها تقويات. فنحاول ان احنا نوزع الجدول التدريبي بحيث انه ما يكون كل يوم تمرين قوي تمرين قوي، لا يكون في مجال ايام اكسسوري حتى ما يصير فيه إجهاد على الجهاز العصبي المركزي. نشوف بعض اللاعبين كل يوم بيلعب ثقيل 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 ثقيل، هذا ممكن يؤدي إلى إجهاد الجهاز العصبي المركزي، إجهاد على العضلات ويسبب لك إصابة. لابد أن يكون في بعض الأيام يكون فيها أكتيف ريكفري، أيام راحة كاملة، وأيام يكون فيها تقويات لبعض زوايا العضلات اللي ما تركز عليها من خلال تمرينك. قبل ما نبدأ تمرين أحتاج أنك تسخن جسمك. التسخين راح يكون عبارة عن 400 متر جري، حاول أنك لا تروح بيس وايد سريع، حاول أنك يعني بيس بالنسبة لك يكون بحدود 70% من طاقتك. بعد ذلك أبيك تسوي لي رو 30 كالوري، بعدين سكي 30 كالوري، وبشذي راح يكون جسمك جاهز، بحيث أن احنا وزعنا التسخين على أسفل الجسم وأعلى الجسم. بعد ذلك ممكن تسوي بعض الإطالات 3 دقائق إلى 4 دقائق، جسمك يهدى يرتاح، هني نقدر ان احنا نبدا تمريننا. تمريننا بارت اي عباره عن تقويات للجزء السفلي من الجسم علشان يتحمل ونقوي العضلات الضعيفه بالنسبه للاعبين ونتفادى الاصابات. التمرين الاول بالنسبه لنا راح يكون تمرين البلغاريان سكوات. شلون نؤدي التمرين بافضل طريقه؟ اول شيء نستخدم البنش ونخلي القدم أمام جسمنا، هذا المكان هو اللي راح تخلي القدم عليه عشان تلعب البلغاريان سكوات. بعض اللاعبين يستخدمون بار، أنا أفضل استخدام الدامبل لأنه راح تخليك أكثر ثبات. الملاحظات اللي بقولها، أول شيء أن مشط القدم يكون بشكل مستقيم وركبتك لما تنزل تكون بشكل مستقيم، ما تطلع برا ولا حتى تروح داخل. الركبة الثانية لازم تلامس الأرض. فإذا كنت مبتدئ في هذا التمرين راح تلعب تمرين بدون استخدام أي وزن، لكن حاول أنك تكون متوازن، نزولك سيدة وصعودك بشكل مستقيم. إذا كنت تمرنت ويانا في الأسابيع اللي فاتت فأحتاج منك أنك تستخدم وزن أعلى من الوزن اللي استخدمته في الأسبوع السابق. إذا كنت مثلا استخدمت الأسبوع السابق 25 ألبي فأحتاج أنك هذا الأسبوع تستخدم 35 ألبي. راح نسوي 8 عدات يمين و8 عدات يسار في 4 جولات. هذا بالنسبة لنا التمرين الأول. التمرين الثاني راح يكون تمرين الهب مارش. نشوف بعض اللاعبين يصير عندهم شد في عضلات أسفل الظهر، ولما تشوف اللاعب تلاقي أن أسفل الظهر عنده أو اللور باك وايد قوي، فعنده عضلات قوية، فليش يصير عندك إصابة أو يصير عندك شد عضلي كل ما قعدت وقمت وأنت عضلات ظهرك قوية؟ فيكون ما في توازن ما بين عضلات الكور الأمامية والخلفية، فيكون ظهرك وايد قوي والهب وايد ضعيف. هذا التمرين راح يساعد انه يقوي عضلات الهب علشان يقلل او يوازن ما بينها وبين عضلات الظهر، فما يصير عندك شد. راح نستخدم رابر باند، ناخذ خطوة الى الامام، حاول انه يكون في مقاومة، يعني ما يكون وايد خفيف، ثبت جسمك، ارفع القدم الى اعلى. راح تحس ان جسمك يشد او هذه العضله تشد بهذه الجهه، وهذا المطلوب. راح نسوي هذا التمرين 15 عده يمين و15 عده يسار في 4 جولات.
نحاول طبعا لما نتمرن ما نقط جسمنا على جهة من الجهات ويكون جسمك ثابت وقادر تسيطر عليه. كل ما طبعا أخذت خطوة إلى الأمام صار الرابر باند أثقل بالنسبة لك. التمرين الثالث راح نركز فيه على واحدة من العضلات اللي ضعيفة عند أغلب اللاعبين سواء في لعبة الكروسفيت أو أغلب الألعاب، واللي هي العضلة الضامة أو العضلة الداخلية. راح نستخدم رابر باند. ناخذ خطوة بعدين نفتح القدم إلى الآخر وبعدين نحاول إن إحنا نكون ثابتين، فتفتح القدم إلى الآخر بعدين تسكرها إلى أمام القدم الأمامية، فراح تحس إن عضلة الضامة راح تشد وياك. راح نسوي هذا التمرين 10 عدات يمين و10 عدات يسار. حاول إنك تختار رابر باند مناسب حيث إنه ما يكون وايد ثقيل فالتمرين صعب بالنسبة لك مو قادر تتوازن، ولا وايد خفيف بحيث إنه لما تخلص تمرين تحس إنك كأنك ما سويت شيء. التمرين الرابع والتمرين الأخير بالنسبة لبارت A راح يكون ستيب أب على البوكس، ولكن أحاول إني أختار أعلى ارتفاع بالنسبة للبوكس. أحياناً كلاعبين كروسفيت أو لاعبين جري نحتاج إن يكون عندنا مرونة عالية ومدى حركي عالي في الهب عشان ما تصير عندنا إصابات، فنشوف أكثر لاعبين الكروسفيت من تمرين الكلين أو من تمرين الجيرك خسرة. لاعبين الجري يسمونه يقول لك أنت خصرك نازل تحت، يعني دائماً هما من استقبال البار ومن تمارين الكروسفيت دائماً تلاقيه منزل الهب تحت، فعشان تركض أو تمارين الجري يحتاج أن الهب يكون إلى أعلى، فهذا يحتاج مرونة في عضلات الهب. فرح نستخدم بوكس وأرفع البوكس إلى أعلى ارتفاع ممكن، يعني أنا مثلاً راح أستخدم هذا الارتفاع وراح نسوي 15 خطوة يمين و15 خطوة أو صعود يسار. هذا طبعا راح يقوي عضلات الهب بالنسبه للكلاعب كروسفيت وراح يقلل احتماليه اصابه هذه العضلات. كذا نكون خلصنا بارت A بالنسبه لتماريننا اليوم. أعزائي المشاهدين، بارت B بالنسبة لحلقتنا اليوم راح يكون التمرين عبارة عن إمام 40 دقيقة، راح يكون فيها 40 شوط شاتل رن. الشوط الواحد 10 متر، يعني 10 متر رايح هذا شوط، 10 متر راجع هذا الشوط الثاني، فراح أسوي 40 شوط شاتل رن، أوكي؟ بعدين راح أسوي دبل أندر 30 عدة. إذا ما أقدر أسوي دبل أندر فرح أسوي سنجل أندر بالطريقة هذه. إذا ما عرف أنط حبل، أنا ما أفضل أنك تستبعد الحبل، لا، حاول أنك تتعلم. إذا ما قدرت، لأن الإمام هي every minute on minute، يعني عندك دقيقة تخلص فيها هذه التمرين ويكون عندك وقت راحة، إذا ما قدرت مثل ما قلنا حاول إنك تلف الحبل بجانب جسمك وكل ما الحبل يطق الأرض تنط عشان تتعلم شلون تسوي التوافق حق الجمب. إذا ما عرفت وكان بالنسبة لك صعب وتبي تأدي التمرين وهدفك إنك أنت تتعب بالتمرين عشان تحرق سعرات حرارية أكثر، فممكن تسوي جمب جاكس بالطريقة هذه. رابع شيء راح نسوي 20 عدة طبعاً، عفواً 30 عدة، بعدين راح نسوي 20 جي اتش دي. إذا كان مستواك مبتدئ وما تقدر تسوي جي اتش دي أو كان صعب بالنسبة لك فممكن تسوي سيت اب على الأرض، راح تنزل تلامس الأرض وتصعد تلامس قدم ريلك
فراح تسوي 20، بعدين راح نسوي 10 بوكس جامب أوفر. إذا كان هذا الارتفاع صعب ممكن نقلل الارتفاع. إذا كنت لاعب مبتدئ أنا ما أفضل إنك تسوي ستيب أب وتنزل الصوب الثاني، ما راح تتعلم. فعشان تتعلم ممكن تستخدم بليت، راح تحط بليت واحدة وتنط وتنزل الصوب الثاني. إذا كان سهل راح تحط ثنتين فوق بعض، إذا صار بعدين سهل تحط ثلاث فوق بعض وهكذا. تمام، الدقيقة الخامسة راح تكون راحة، فإحنا عندنا الدقيقة الأولى راح نسوي فيها شتل رن 40، الدقيقة الثانية راح نسوي فيها دبل أندر 30، الدقيقة الثالثة راح نسوي فيها جي اتش دي 20، الدقيقة الرابعة راح نسوي فيها بوكس جمب أوفر، الدقيقة الخامسة راحة، ونكمل لغاية 40 دقيقة. جهز ساعتك واضبط الوقت على 40 دقيقة إمام، وخلنا نبدأ ويا بعض. أعزائي المشاهدين، أتمنى استمتعتوا بتمريننا اليوم، أشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله.